ينضم معي من هنا الممثل والمنتج صهيب قدس. صهيب حياك الله. الله يحييك، شرفتنا اليوم. يا حبيبي تسلم. بالعادة يوم نسمع كلمة ثقافة آخر شيء يطري في بالنا أنه في مسار الأفلام، مسار الممثلين. أنت ممثل منتج، وش يعني لك ارتباط هذا، خلنا نقول هذا المسار المهني بوجود جوائز تكرم الممثلين وتكرم صناع الأفلام أيضا؟ بالعكس، أنا بالنسبة لي أكون معك جدا صريح، ما هو مستغرب. الأفلام في الأخير هي تنقل ثقافات. إحنا تعرفنا على شعوب متعددة من خلال أفلام. كنا نتفرج أفلام نبدأ نعرف كيف الناس اللي في كوريا تفكر، كيف الناس اللي في 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 أمريكا تعيش. قاعدين نشوف كيف حتى اللهجات، فروقات في اللهجات، فكل هذه عبارة عن 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 نقلة ثقافية. فوجود الأفلام اليوم أو أن يتم تقدير الأفلام في مسار ثقافي، فهذا شيء يعني جدا جدا كثير بالنسبة لصناع الأفلام. جميل. أنت اليوم جاي مرشح ولا بتفوز ولا ما تعلمنا شيء؟ لا أنا جاي اليوم إن شاء الله، جاي صراحة يعني في هذا الحفل نحتفي. طيب، إن شاء الله. أبي أرجع معك أيضا على الأفلام وارتباطها بجوائز الجوائز الثقافية الوطنية. يعني هل صانع الفيلم يعني له ارتباط بالثقافة، بأقصد بتكريم ثقافي معين، ولا هو يعني له أهم شيء التكريم من قبل جهات معنية بالشأن السينمائي؟ في الأخير الفنان أو اللي يقدم الأفلام دائما يعني ما ينظر إنه هو والله يهدف إنه هو يحقق جوائز أو يحقق تقدير، يعني ما هو هو اللي بيده إنه هو يصنع هذا. صحيح. الشيء هذا الشيء في الأخير تقدير الجمهور، ما هو شيء أنت تقدر تبنيه أو تسعى له. تحاول جاهدا أنك أنت في الأخير تنال استحسان المشاهد في الأول وفي الأخير، والتقدير إن جاء فهو من نعمة من رب العالمين، وبالعكس هذا يعني يحفزك بشكل جدا كبير على أنك أنت الآن اللي أنت قاعد تسويه واصل في عمله. جميل. أنا ودي أن الشباب يجهزون تقرير عن فنان معين وهم الشباب يعرفونه، بس أبي أرجع معك أيضا صهيب. خل استغل وجودك واسألك عن الأعمال القادمة. الأعمال القادمة احنا عندنا توجه متعدد، يعني احنا لنا حضور في الأعمال الرقمية على منصات متعددة، منها منصة اليوتيوب. وطبعا في الأول وفي الأخير نحن يعني هاجسنا الكبير هو صناعة الأفلام. فكصناعة أفلام في المرحلة الحالية في عندنا فيلم تم الإعلان عنه ان انا حكون مشارك فيه، الفيلم أعلن عنه معالي المستشار تركي آل الشيخ. هذا اللي أقدر حاليا أتكلم عنه. جميل. ما أقدر صراحة أفصح بأشياء ثانية. غير كذا إنتاجات كمان شريط راح تكون حاضرة إن شاء الله خلال الأعوام القادمة. جميل. شرفتنا اليوم صحيح. يا حبيبي، شكرا جزيلا لك.